تواصل لجنة رعاية تراحم لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بذل جهودها الكبيرة لخدمة ودعم السجناء وأسرهم والمفرج عنهم من خلال سداد إيجارات مساكنهم وتقديم المساعدات المالية والعينية، إضافة إلى سداد ديون بعض النزلاء. والحديث أكثر ينضم معنا الأمين العام لتراحم تركي البطي. أهلا بك أستاذ تركي. يعني بداية بشكل مختصر، ما هي جهود اللجنة الآن في خلال هذه الظروف الراهنة التي نعيشها؟ أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وشاكرين مقدرين صداقتكم ودعمكم مثل هذه المشاريع ومثل هذه المبادرات. أهلا بك. طبعا تعرف اللي هو لجنة تراحم، لجنة تعاونية أو لجنة تدعم أسر السجناء والمخرج عنهم، وكذلك طبعا هي أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1422، كذلك رأسها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية. كما تظن في عضويتها طبعا قرابة 12 جهة حكومية. طبعا تعمل هي أساسا على تطوير والوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمخرج عنهم وأسرهم، كما تهتم على تحسين حياتهم ودعمهم ماديا ومعنويا وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة يعني كريمة، وإجراءات الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بهذه الرعاية. نعم، هذا العام أستاذ تركي ماذا قدمتم من إحصائيات؟ طبعا كإحصائيات نتكلم عن الآن طبعا فرجت تعمل على اللي هو على عن طريق منصة أبشر، تكلم عن 39 مليون اللي 49 مليون ريال حتى الآن. نعم، اي 39 مليون أعتقد تم الإعلان عنهم. طبعا احنا عن طريق لجنة تراحم نفس العملية ندعم السجناء بالمواضيع هذه، لنا برامج خاصة في دعم السجناء اللي هم أصحاب الحقوق الخاصة، وال طبعا فيها لها يعني آلية معينة ضمن شروط معينة تخضع لها اللجنة عندنا والفروع المشاركة معنا في جميع المناطق. وبالنسبة لدعم الأسر طبعا نتكلم عن الدعومات تصير عن طريق طبعا سلال غذائية، سلال إيجارات، سلال فواتير كهرباء، تسديد أو توفير كسوة العيد لجميع العوائل والأسر لجميع مناطق المملكة. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ تركي البطي الأمين العام لتراحم، ويعني شكرا لكم على كل هذه